مرحبا، معكم الدكتور وليد العياضي، استشاري جراحة القلب والشريان الأورطي وفشل عضلة القلب بمستشفى المواساة بالرياض. بمستشفى المواساة بالرياض نقوم بإجراء جميع العمليات الخاصة بالقلب، وذلك لتوفر الإمكانيات وأحدث التقنيات التي توفرها إدارة المستشفى. على سبيل المثال للحصر، نقوم بعمليات ترقيع الشرايين التاجية، تغيير أو إصلاح الصمامات، تمدد أو انسلاخ الشريان الأورطي، عمليات إزالة الأورام. نفخر في مستشفى مواساة الرياض بجودة مخرجات عمليات القلب. في قسم جراحة القلب بمستشفى مواساة الرياض نستقبل الحالات على مدار 24 ساعة سواء مجدولة أو الإسعافية.